الخير والبركة مع انطلاقات وفعاليات المحلي الأول بيومه الثالث. نتواصل بهذه المنافسة، نتواصل بهذا الإبداع مع انطلاقة الشوط التاسع عشر لفئة اللقايف كار من مسافة 4 كيلومترات. نتابع مجريات هذا الشوط ونتابع الأسماء القادمة. أول الأسماء مزون لسعيد بن فهد بن سعيد القريسي مع انطلاقة أول أسماء هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع عم الصيفي لمحمد بن عبد الله بن راشد المريزيق المري هو من يحتل المركز الثاني. ينتقل مباشرة مع المركز الثالث حيث تتواجد الشطوطية على المركز الثالث بشعر محمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي، يشارك في هذا الانطلاق على المركز الثالث. المركز الرابع في هذا الانطلاق بتواجد غارة لمحمد بن صالح محمد بن مانعه المري هو من يحتل المركز الرابع، تسلل بدوره الى المركز الثالث. المركز الخامس نتابع الاسماء القادمة والشعارات المتواجدة، الحاسمة هادي بن حمد بن هادي البريدي من المركز الخامس، تتسلل رويدا الى وصلت الى المركز الثاني وعينها على صدارة هذا الشوط. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء المتواجدة والمتنافسة على دائرة النداء والاذاعة. نعود مباشرة مع تحديات المقدمة وصدارة هذا الشوط. تتواجد الحاسمة هادي بن حمد بن هادي البريد المري هو من يحتل المقدمة وصدارة هذا الشوط، تسلل وانطلق مباشرة الى البداية والى التحدي. بينما المركز الثاني اتابع مزون لسعيد بن فهد بن سعيد القريسي متواجدا مندفعا في هذه اللحظات على المركز الثاني، متواجدا في موقع التحدي والمنافسة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، تتواجد ام الصيفي محمد بن عبد الله بن راشد المريزيق هو من يحتل المركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الرابع بن مانعة ايضا احد الاسماء المتواجدة والمشاركة في هذا الشوط، ينطلق على المركز الثالث بهذه الانطلاقة والمركز الرابع بقيادة محمد بن صالح بن محمد بن معمر غارة هي من تحتل المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد في هذه الانطلاقة العفريت ناصر بن محسن بن ناصر بن جمعان هو من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء المسيطرة على دائرة النداء والاذاعة. ولكن البريدي هناك يغرد وحيدا خارج السرب مع الحاسمة، ايضا راعي تاريخ محقق انجاز في هذا التاريخ المتميز والمتواجد في عالم سباقات اللجنة العربية الاصيلة لهذا الشعار، شعار شديدة. بانطلاقة الحاسمة على البداية هادي بن حمد بن هادي البريدي متابعا مراقبا لاحداث هذا الشوط، ولكن نتابع المركز الثاني العفريت غادم الى التحدي. ناصر بن محسن بن ناصر بن جمعان هو من يحتل المركز الثاني، وثالثا ارى شعار البخيت وصل مع حلايب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على المركز الثالث. المركز الرابع التي بدأت تتسلل الى المركز الثالث، هنا تتواجد الظبي جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود مع المركز الثالث. وخامسا اتابع هذا الانطلاق مع الفارسة صالح بن سالم بن حمد بن بركان المري. نعود مع البداية، البريدي ما زال قائدا، ما زال مع صدارة هذا الشوط. الحاسمة تريد ان تحسم امور هذا الشوط، هادي بن حمد بن هادي البريدي المري، ولكن القادمة الضبي قادمة بن مسعود وايضا بن بريكان وايضا بن جمعان، منافسة شيقة مع اللحظات الاخيرة. الضبي تتسلل بقيادة جابر بن علي بن حمد بن مسعود، يتسلل البداية بن بريكان قادم مع الفارسة صالح بن سالم بن بريكان المري، ولكن الضبي بن مسعود هنا مع اللحظات الاخيرة تتسلل وتنطلق الى البداية هناك مع التحدي ومع المنافسة المشرفة. بن مسعود يحقق هذا الانجاز، تهانينا والف مبروك. النقطة الثانية برصيد هذا الشعار في هذا الصباح، تهانينا لجابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود على فوز الضبي وتحقيق الانجاز، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني
وصلت الفارسة صالح بن سالم بن مريكان المري. المركز الثالث وصلت العفريت ناصر محسن بن ناصر بن جمعان. المركز الرابع وصلت حلايب سالم بن عبد الله البخيت. المركز الخامس الشامخة نايف بن عامر بن راشد الهاشمي. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعنا المنافسة والتحدي مع انطلاقة أشواط الأصالة وأشواط التراث، فكانت المنافسة حاضرة من البداية، فكانت الظبي متواجدة بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي والإبداع. تابعنا انطلاقة الظبي إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدرة من مسافة 4 كيلومترات. 6 دقائق 13 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهاني وناموس لجابر بن علي جابر بن حمد بن مسعود على فوز الظبي في المركز الأول، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الفارسة وصلت بتوقيت زمني وغدرة 6 دقائق 16 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن سالم بن حمد بن بريكان المري. المركز الثالث المركز الثالث وصلت العفريت. يا مخرجنا لو نتحقق من صاحبة المركز الثالث بين العفريت وأيضا العفريت هي من حصلت على المركز الثالث. 6 دقائق 18 ثانية، 79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر محسن بن ناصر بن جمعان. تهانينا والمبروك لجميع الفائزين.